النهارده مع ضيفتي سلمى الشاذلي، بطله منتخب مصر ونادي الزمالك في الجودو. سلمى، يعني هو فقرتنا دلوقتي اسمها فاكر ولا ناسي؟ فاكره ولا ناسيه؟ مش فاكره اي حاجه، لسه ما سالتش حاجه. والله انا هقول لك وانا ناسيه خلاص. طيب انت قدام منك ثلاث كروت، هم دول اللي محيرينك من اول ما دخلتي. دي حقيقه. في كارت فيه اسئله عامه، في كارت فيه اسئله في الرياضه، في كارت فيه اسئله في الفن. تمام. انت وحظك، انت هتختاري كارت من الكروت وانا هسالك سؤال في اللي انت هتختاريه. هتختاري انهي كارت؟ مش عارف، خلينا من اهل الوسط. يلا وريني. اي اوعي رياضه. حلو دي لعبتك اهو. تمام. في الجودو بس، ممكن سؤال في الجودو بس. طيب خليني اسالك. طيب قولي لي، مين اثر في مسيرتك؟ قبل ما اسالك على السؤال، مين اثر في مسيرتك في الرياضه؟ يعني كل فتره كان حد، يعني وانا صغيره كان خالي اكتر حاجه. لما كبرت شويه بقيت الناس القريبه بقى من الرياضات اللي انا بلعبها. فكان مثلا كابتن الاحمر في الهاندبول، كان عندي في الجودو كابتن رشوان، بعدين كبرت شويه بقى كابتن هشام مصباح في الجودو، وبعدين لما كبرت شويه كان كابتن محمد علي وكابتن محمد عبد الموجود وكابتن سماح رمضان. وبس فضلت بقى ماشي، يعني كل فتره كان بيتغير نظرتي لشخص، يعني ما كانش عندي حد ثابت او ايدل ثابت في حياتي. طيب هسالك السؤال، هو والله هو مش صعب بس ركزي شويه. حاضر. اوكي، مين اول سيده بتحمل علم مصر في افتتاح دوره الالعاب الاولمبيه؟ ده قريب ولا بعيد؟ اي سؤال عشان ده قريب جدا. ايوه قريب جدا، هدايا ملاك. برافو عليك. كانت في اولمبياد ايه اللي فاتت؟ طوكيو. طوكيو. برافو عليكي. كانت هي وعلاء ابو القاسم الاثنين اتقسموا العالم. دي كانت اول مره اتنين لعيبه يدخلوا بعلم مصر، وكانت اول سيده مصريه يعني في مصر هي اللي تحمل العلم. هدايا ملك، ربنا معاها ان شاء الله في اللي جاي. يعني مين الفتاه المصريه والعربيه اللي خدت ميداليتين في دورتين اولمبيتين متتاليتين؟ لا لو مش هدايا تبقى فريال تقريبا، صح؟ لا. طب ليه لو مش فريال؟ لا ليه لو مش هدايا؟ هدايا. هدايا. ايوه. هدايا بنت منطقتي، جيراننا. أيوة. سيد جيران الزمالك. طيب ازاي جيران الزمالك؟ هدايا واخده في ريو دي جانيرو بالظبط، وخدت في طوكيو. ايوه، دورتين متتاليتين. ايوه صح. فريال كانت اول مره. أيوة. تاخد في طوكيو، لان الكاراتيه ما كانش قبل كده، واول مره كان يدرك في الاولمبياد في اليابان، ومش هيبقى موجود للاسف بعد كده. للاسف ان شاء الله. بس الحمد لله كان لينا نصيب من الذهب. اه الحمد لله. الحمد لله. طيب خلاص كفايه. اسحبي كارت ايه؟ طيب خلاص ماشي. اسئله ما تعرفيهاش. ثقافه عامه. ثقافه عامه. الله. طيب ماشي. مين يعني اسئله عامه؟ ماشي. مين بنى تمثال ابو الهول؟ معرفش. انا كنت علمي علوم ودخلت جغرافيا، ما اعرفش اي حاجه خالص في التاريخ الحقيقه. يعني مش عايزه حاجه في التاريخ. وما رحتوش قبل كده؟ يعني اصلا ما رحتش هناك قبل كده ولا مره. ازاي؟ عمري لازم تروحي. عمري ما رحت. هتتبسطي جدا يعني جدا جدا. الخطه الخماسيه، خلي بالك. يعني مش هقول لك في رمضان، بعد رمضان لازم تروحي ان شاء الله. لازم تروحي. عمري ما رحت، بروح نزله السمان اركب خيل، لكن عمري ما رحت. لا لازم تروحي الهرم وابو الهول. الاجانب بيجوا من العالم كله يشوفوا بلدنا، واحنا للاسف بشوفهم من على الدائري. لا لما تروحي هناك هتحس ان في رهبه للمكان وفي عظمه غريبه، وخصوصا لو طلعتي فوق عند البانوراما وشفتي الثلاث اهرامات، حاجه مرعبه. خلاص نروح مع بعض. ماشي خلاص تمام. نروح مع بعض. مين بقى اللي بنى ابو الهول؟ لا الحقيقه انا يعني انا عماله ما بحبش. طب اديك اختيارات. ماشي. الملك خوفو ولا الملك خفرع؟ منقرع. بجد ما اعرفش، يعني معلومه ما عدتش عليا اصلا قبل. طيب. كده قولي لي الاجابه. طب خوفو ولا خفرع؟ خفرع. عشان برافو عليك، رحتي دايسه على خفرع. الحمد لله الاي كيو بتاعي لسه شغال. ستريس على الريق، لازم تقولي قدام الناس خلاص الاي كيو بتاعي شغال الحمد لله. هو الملك خفرع هو اللي بنى تمثال ابو الهول. خلاص بلاش اسئله تاني. بلاش اسئله في العالم. اسأليني عني انا هجاوب. طب خدي الكارت الثالث. خلاص هو كده فن. ممكن تبقي شاطره في الفن.
هو الكارت الثالث الفن. لو غنى واندر جراوند وكده اوكي، لو مسلسلات وافلام وما بتفرجش مسلسلات فعلا والله بتفرجش على مسلسل، ما بتفرجش تلفزيون خالص. اه يعني بدات اشوف الحاجات اللي ليها علاقه بهويتي شويه، اللي هي الحاجات عامة بيتر ميمي بيعجبني شوية بفكرة ان هو بيعمل حاجات ليها علاقة بالوطن وبتاريخنا وبالجيش والشرطة والحاجات دي، دي اللي بدأت اتفرج عليها واتابعها. الاختيار الممر حرب كرموز، حرب كرموز ده ممكن اتفرج عليه 7 مرات الفيلم ده. يعني عادي جدا مهما يجي بتفرج عليه، بحبه جدا. امير كرارة كان عالمي في لا بيتر ميمي عامة بروس كل حاجة بشكل مش طبيعي، يعني خلاكي بتسقفي مع الفيلم بجد في حاجه حلوه عملوها، بيخليكي تعيطي بجد، خلاكي تحبي دور غادة عبد الرازق اصلا اللي هي طلعت حاجه كويسه، دي طلعت كانت بتساعد للوطن. يعني هو بروز لك مصر بكل جوانبها، فيعني هي دي بس الفتره، يعني دي الحاجات اللي انا بقيت اتفرج عليها الفتره. والاختيار تبعتي طبعا اختيار طبعا من المسلسلات يعني الاكثر من روعه. ما كان فايتر بقى كجودو، فيعني هو ده عشان لاقي على شخصيتي، يعني المسلسلات الافلام دي لايقه على شخصيتي انا من يعني كان بحيل علم. خلي بالك انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني يمكن السيزون الاول للاختيار اول سيزون خالص كلنا كنا مستنيين وعايزين نتفرج، بس احنا لما اتفرجنا بمشاعرنا بمشاعر كل ام يعني تعبنا جدا، لان احنا شفنا حاجات يمكن يكون بيوت مصريه كتير عاشتها. لا هي كل البيوت المصريه، ما فيش بيت ما كانش فيه حد مشارك في حرب او فيه شهيد. البيوت المصريه كلها هتلاقي حد يعرف حد يعرف حد كان أكيد. بيحارب، يعني ما فيهاش، ما احنا ما عندناش اللي هو الفئه الصغيره ولا سينا بس مثلا اللي بتحارب وباقي مصر مش موجوده. لا يعني احنا حبينا ده علشان خاطر ده زرع عندنا ان احنا عملنا حاجه حلوه، يعني او ان احنا دايما ابطال، او احنا بنحب كمصريين عامه، دي غريزه فينا كده ان احنا بنبان ان احنا اعرق حاجه واشجع حاجه واقوى حاجه. الحمد لله. فعشان كده الحاجات دي هي اللي طلعت ان احنا فعلا اقوياء، يعني فالقوه عامه من السمات الموجوده في المصريين، بيستحملوا حاجات محدش بيستحملها، وده فعلا شفته لما سافرت. يعني ممكن حد فينا يتصاب، المصريين يكملوا الماتشات عادي، الباقيين لا هيقعدوا يعيطوا، راجل او بنت. مثلا تحصل حاجه في ظروف في فندق في سفر في حاجه، ما يبقاش الناس قادره تاكل ومش قادره وتعبانه، لا احنا عادي بنتعامل وبنتصرف، ومش مهم هناكل بس هنلعب. انتوا بتبقوا عارفين ان دي مهمه وطنيه، يعني بالزبط. دايما بيقولوا اللاعب المصري ما بيلبس التيشيرت، المنتخب بالزبط. بيبقى عارف بقيمته قوي. دي حقيقة. يعني انا لما بنزل بيه الشارع عامه ببقى حاسه ان الناس كلها باصه على العلم، يعني لا انا اصلا وانا صغيره دي كانت خناقات، دي كانت كتير قوي مع مثلا لو احنا قاعدين زي واحنا صغيرين كانوا بيهزروا تحت جمهوريه مصر عباية 1 فول 2 طعميه والحاجات دي، كنت اتضايق قوي والف اتخانق وازعق ازاي تقول كده وانا حي العلم، وفعلا عملت مشكله وكان استدعوا ليا امر عشان خاطر واحده اتريقت على تحيه العلم. يعني هي صغيره بتهزري بتحيه العلم وانت ما بتهزري؟ لا ما سكتش، يعني كنت حتى في مدرستي ولاد وانا اللي بطلع اقول القسم، استحاله دي بتاعتي، يعني دي حتتي محدش ينفع ياخدها مني. طب هسالك سؤال سهل، حدائق الشيطان اتفرجتي عليها؟ لا ده فيلم ولا مسلسل؟ الحمد لله. ده مفيش حد في مصر، ده نص صعيدي، مفيش حد في مصر ما اتفرجش عليه، بتاع سميه الخشاب حدائق الشيطان. لا ما اتفرجتيش عليه. طيب اسالك عن ايه؟ قلت لي اغاني. ما هو هيبقى السؤال صعب. اغنيه، طب اغنيه المال والبنون، مسلسل المال والبنون. ما انا ما بتفرجش على مسلسلات برضه، ما بتتفرجيش على مسلسلات. بتحبي تسمعي مين بما ان انت بتحبي المزيكا؟ لو مزيكا عادي عمر خيرت، وممكن شويه عبد الرحمن محمد، اكتر اتنين بحبهم في المزيكا، وعبد الرحمن محمد في الكمان طبعا حاجه كده مختلفه. في الاندر جراوند بصار اجباري، دول ذا بيست عندي، يعني في كل اغانيهم كل اغنيه ليهم بحس فيها حاجه مني، فعشان كده طيب انا هقول لك على سؤال هو سهل، يعني متاكده اغنيه مسلسل المال والبنون مين غناها؟ اديك اختيارات. مين المال والبنون ده؟ طب ده كان مسلسل ولا فيلم؟ مسلسل. انت اخر مسلسل اتفرجتي عليه هو بس حارة الاختيار حارة اليهود، تابعته من 1 ل 30، يعني الباقيين ده كنت بتفرج على التليجرام حلقات متقطعه كده. طيب حارة اليهود كان بطوله مين؟ منى شلبي و برافو عليك اهو الحمد لله، يعني متابعين حاجه. اي حاجه ليها علاقه بالوطن هتلاقيني معاها يعني. طيب مين اللي يعني مين اللي كان عامل شخصيه طماطم في بوجي وطمطم؟ هلا فاخر. ايوه خلاص دي اللي عارفاها. ليلي ايه اكتر فيلم بتحبي تتفرجي عليه؟ حرب كرموز. حرب كرموز بدون منافس. وبعديه فيلم حليم، احمد زكي الله يرحمه هو ابنه. طيب احنا في ختام حلقتنا النهارده، نفسك في ايه؟ امنيه كده ان شاء الله تكون باب السما ان شاء الله يا رب مفتوحه وربنا يستجيب لكل امنياتك.
مش هرجع لحياتي تاني بقى سودو وبطولات، ونفسي احس تاني ان الدنيا تمام وكويسه، وامشي في الشارع الاقي الناس بتضحك. يعني ان نفسي شاء اشوف الله. الدنيا دي تاني، عشان بدات احس ان العالم كله كئيب، او ممكن دي من نظرتي انا الكئيبه، بقيت شايفه الناس كئيبه، بس نفسي الدنيا تبقى احسن، نبقى واثقين شويه كمان وعندنا شويه يقين اكتر بربنا، بما اننا في رمضان يعني، فان شاء الله ربنا يزرع جوانا اليقين ان والثقه شاء فيه الله باذن الله. ان شاء الله كل بس التوفيق. انا بشكرك يا سلمى، شرفتيني ونورتيني، وكل شكرا، سنه وانت وانا طيبه، كمان انبسطت قوي رمضان كريم معاكي. عليك يا رب، يقعدوا عليكم بالخير ميرسي دايما، والسنه الجايه تبقي معايا وتبقي قاعده هنا وتبقي محققه كل اللي نفسك يا فيه. رب، ان شاء الله. بشكرك ميرسي جدا.